كيف ناخذها وشلون ناخذها. طبعا اكو وايد ادارة عليها ويشوفون يسوون بالانترنت سعر على وقود الدراسات اللي صارت على الكتب كلش هواي. وايضا اكو هواي يعني المنتيشن وسعر عليها نقاش انه جيل الكتب. يعني كتب عبارة عن رقم الحقيقة يكون مهم في كثير من الأحيان لأنه يحسب لنا أو يعطينا فكرة عن شقد الأويل اللي نقدر نستخرجه. الأبروتش اللي نستخدمه يعني هذا عبارة عن فرضية مو ما أبي أقرأ بس مجرد فرضة أنه الـ K.1 أو الـ K.1 أو الـ K.01 طبعاً مبني على أساس شنو؟ مبني على أساس أنه according to statistics في بعض الانفورميشنز اللي صايرة أنه إذا كان كربونات وبيرموليتي مالت أقل من 0.01 يكون غير أوكي؟ يعني إذا نعمل هذا الجاي أنه صح أكو أويل وأكو بوروسيتي وأكو ساتوريشن بس إذا كان البيرموليتي أقل من 0.01 فالأويل هذا غير قابل للاستخراج بالطرق الناتشرال ديبليشن أو البرايمري ديبليشن بالطرق الأولية. مو معناها ماكو طرق أخرى نقدر نستخرج بها هذا واضح؟ فالكتوف هذا هو معناه. ولذلك احنا دا نقول انه بما انه اكو علاقه طبعا لازم اكو علاقه ايضا بين البوروستي والبيرموليتي حتى نقول انه مقابل هاي البوينت او 1 بيرموليتي اكو عندنا هلقد بوروستي قيمه البوروستي فلازم اكو فد ربط بيناتهم اكو علاقه قويه بين البوروستي والبيرموليتي والعلاقه تطلع بالعكس واقول اوكي ام لا لحد الان انا مصر على انه ما دام هي البوروسيتي كتوف تطلع من بيرموليتي كتوف مقدار 0.01 ما ممكن لازم اكو علاقه بين البوروسيتي والبيرموليتي فاحنا نبني فرضيتنا بالبدايه على اساس البيرموليتي انه هذا النبض غير قابل للحركه هو موجود تحت الارض بس غير قابل للحركه البرايمري ديبليشن ولذلك احنا الان ما نحسبه از ريزيرف كاحتياطي قابل للاستخراج نعتبره غير قابل للاستخراج يعني كانما اذا نفترض راح نتركه بالوقت الحاضر تحت الارض ما نستخرجه بس على اساس شنو بانين احنا فرضيتنا بانين على اساس البيرموليتي ان البيرموليتي عباره عن قيمه قليله ولذلك ما يصير فلو وعلى اساس هذه الفرضيه طبعا واكو بما انه اكو علاقه قويه بين البوروستي والبيرموليتي فمقابل هاي البيرموليتي 0.01 اكو قيمه للبوروستي يعني الصخره اللي لنفترض انه الصخره اللي لها بيرموليتي 0.01 لها بوروستي 0.07 هذا الرقم اللي طلع لنا من المخرج الشكل ده نفترض مو صح؟ طبعا هذه مو دائم لانه شفت النقاط هي مو مواقع كلها على نفس الخط المستقيم سكاترد وبعض النقاط تكون بعد مشوشة أكثر وبالحقيقة تعطي انطباع عكسي بين العلاقة بين البيرموليتي والبوروستي وإذا أكو عندنا سكندري بوروستي طبعا راح يكون العلاقة أكثر عشوائية لأن سكندري بوروستي تكون أحيانا نحن فاكس وهذه الفاكس تكون ايزوليتد وبالتالي راح تكون لها بوروستي عالية بس البيرموليتي ما عالية وبالعكس قد يكون سكندري بوروستي عباره عن فراكتشرز والفراكتشرز كونكتد فراح يكون لها ثيرموبولتي عاليه وما لها بوروستي يعني الفراكتشرز بوروستي تكون قليله بالنسبه الى الماتريكس بوروستي فبشكل عام اذا اكو عندنا خاصه الكربونيت اذا اكو عندنا اتوقع خاصه اذا اكو سكندري بوروستي ما نتوقع علاقه قويه بين البوروستي والثيرموبولتي اكو طرق اخرى ل معرفة الكتوف من خلال مثلا فحوصات الانتاجية من خلال دي اس تي من خلال بولدر
من خلال دراسه المنطقه جيولوجيا رابطها بكثير من الاحيان يربطوها مع الفيشيز اصلا مع السحنات الجيولوجيه اللي موجوده. السحنه الجيولوجيه شنو هي؟ السحنه الجيولوجيه هي اللي تحدد قيمه الكتوف. فاكو وايد دراسات ارجو ان تراجعوها وتشوفون طريقه لقياس او لاختيار قيمه الكتوف ما تعتمدون على هاي الفرضيات اللي شفناها الان. يعني شو ما كتو؟ إيش شو ما كتو؟ على الفرضيات المصادر؟ ماكو شو بالحقيقة بس. أوكي. إذا تبغى تدور شو أزيدك. تقرأ على الكتو؟ شوف الكتو شنو معناه أول شيء وين وشلون يصير؟ فرق استفاد الكتو أو تحديد الكتو. قد يكون صفر. أكو بعض الناس يقول لك ما دام أنت تسوي موديلينج. فلوش تاخذ كتو؟ دوش تاخذ كتو؟ انت بالاخير راح تشوف البوروسيتي اذا كانت قليله فالاورن تيست راح يكون قليل بالنسبه لك ما يحتاج بعدين ما راح يصير بي ما دام اكو عندنا يعني هيك نوع من الروك ما راح يصير بي فلو فبالاخير تسوي مودلينج ما راح يطلع هذا النفط وبالتالي راح يكون عباره عن يعني ريزيرف مالتك هو محسوب بدون كتو. اكو وايد عندك حشاش مو الموضوع هو مو يعني مو كويجن لانه يتعرض الى تدخل بيس يعني ستوكاستيك موديل بالانجليزي كذا يدخلون بياخذون موديلات مختلفه وهذا حتى بس مجرد انه يوصلون الى قيمه ما يعني معقوله بالكتو بها مقبوليه يعني نظريه على فمثلا هسه احنا راح نحكي البوروستي بنروتي كاتوف راح يبقى عليكم بس راح نحكي على الساتوريشن كاتوف. الساتوريشن كاتوف مثلا واحدة من الطرق اللي يحدد بها الساتوريشن كاتوف هو من خلال مقارنة الووتر ساتوريشن توتال ووتر ساتوريشن بالجراوند ووتر ساتوريشن اللي موجود بالصحراء. موديل ايضا هو ارشي موديل معادلة ارشي يسمى الدول ووتر موديل. بالدول ووتر موديل يقول الماء اللي موجود داخل فورميشن هو عبارة عن نوعين وذلك يسمى دول يعني مزدوج عبارة عن نوعين من الماء. الماء الفري اللي هو الموجود داخل البورز والماء البوند ووتر اللي هو محصول من ضمن الستركتشر والشيل. اوكي؟ لان الشيل كمادة طينية يكون محتفظ بكمية من الماء داخل الستركتشر مالته. فالبوند ووتر هذا غير قابل للحركة لأنه يعني هو جزء من الستركتشر مال الشيل. واضح؟ واللي يتحرك هو شنو؟ يتحرك الفري ووتر. فبالدول ووتر موديل يقول ما دام الفورميشن هي شيلي يعني شيلي لايم ستون أو شيلي ساند ستون فالماء اللي موجود بيها هو عبارة عن جزئين ماء موجود ضمن الستركتشر مال الشيل وماء آخر موجود داخل البورس. يفترض كل واحد له مواصفات مختلفة يعني هذا له resistivity هي resistivity of water أو bond water وهذه له resistivity أخرى هي RW. شنو علاقة هذا بالكاتوف؟ علاقة بالكاتوف إذا كان عندك bond water saturation يساوي total SW saturation total water saturation ومعناها شنو؟ شنو معناها؟ يعني الماء اللي موجود داخل الروك غير قابل للحركة مو صحيح؟ فما ناخذ اس دبليو كاتو اقل من واحد
نعتبر اس دبليو كات اوف يساوي 1، يعني كل النمط اللي موجود هو يتحرك. واضح؟ لانه الماء اللي موجود هو غير قابل للحركه، وكله موجود ضمن الستركتشر مال الشيء وغير قابل للحركه، فالنفط اللي موجود يعتبر كله قابل للحركه. فطريقه بسيطه لحساب الساتوريشن كاتو تعتمد على هذا الشيء. طبعا السؤال هو اذا كان اس دبليو بي اقل من اس دبليو تي فايش راح نسوي؟ اكو عندنا ووتر ساتوريشن، اكو عندنا فري ووتر، واكو عندنا بنفس الوقت بوند ووتر. بوند ووتر هو جزء من الفري ووتر. طبعا بهالحالة احنا نقدر نختار ساتوريشن كاتوف اللي هو يكون معقول بالنسبة لنا. شلون يكون معقول؟ احنا من نقول اس دبليو كاتوف يساوي مثلا 0.75، شنو معناها؟ شنو يعني اس دبليو كاتوف يساوي 0.75؟25% من النفط غير قابل للحركة. 25% من النفط غير قابل للحركة. نتيجة شنو طبعا؟ نتيجة حركة الماء. فإذا هذا الماء هو أصلا غير قابل للحركة كله، إذا طلع لي اس دبليو بوند هو 75%، فبالحالة 25% تقدر تتحرك. واضحة الفكرة؟ لانه راح يصير دلتا بي، هو لو يتحرك الماء لو يتحرك النفط. فاذا صار دلتا بي، بما انه الماء محبوس داخل الستركتشر ما راح يقدر يتحرك، فراح يتحرك النفط. بس هاي 25% بالمناسبه، يعني احنا لازم ننتبه، احنا نحكي على برايمري ديبليشن، نحكي على برايمري ديبليشن. مو معناه انه هاي 25% ما ممكن انتاجها باستخدام سكندري ميثودز، سكندري ريكفري ميثودز. نقدر قد يكون نضغط CO2، نقلل فيسكوستي، نضغط هيت عن طريق الستيم او سيتو كومبستشن، وات ايفر كايند اوف سرفكتنت، مواد صابونيه. تعرف الصابون شو يسوي؟ من اي شيء يصير عليه دهن نغسله بالصابون، مو صحيح؟ ليش صابون؟ لانه يقلل الشده السطحيه بين الدهن والسيرفس اللي ملتصق عليه. فبما انه الاويل ملتصق على الروح، فاذا اخلي مواد صابونيه ايش راح تسوي؟ راح تقلل الشده السطحيه بينه وبين الروح سيرفس، وبالتالي راح يصير الماء قابل للحركه، عفوا الاويل يصير قابل للحركه. بس هذه طبعا الطرق تكون مكلفه، تنحسب حسب الكوست مالته وش قد اويل نقدر نستخرج بكل طريقه. اوكي، فاحنا هسه بدنا نحكي بالبرايمري ديبليشن. اذا كان عندنا الكات اوف 75% او 60% او 80%، طبعا انت كل ما تقلل الكات اوف معناها انت تترك نفط اكثر تحت سطح الارض، وهذا طبعا بالاخير قد يكون حساباتك تصير فيها هواي خطا، لانه انت تقلل من الاحتياط النفطي اللي موجود تحت سطح الارض. صح انت تكون بالسيف سايد، بس ايضا يعني مو دائما لازم تروح اكستريم بالسيف سايد، لازم تكون معقول بالارقام. فالاس دبليو بوند اللي راح نحسبه احنا من خلال الاي بي، عندنا بالاي بي اوبشن تقدرون تستخدمون ارشي دول ووتر وترسمون البوند ووتر وتحسبون الفرق بين البوند ووتر والتوتال ساتوريشن اللي حسبتوه سابقا. اذا كان مساوي تقريبا للووتر ساتوريشن، خاصة بالمناطق النفطية طبعا، خاصة بالمناطق، لان المناطق المائية هي كلها ماء، بس بالمناطق النفطية اذا باقي فقط بوند ووتر ما باقي فري ووتر، يعني متحرك الماء نتيجة الاويل مايجريشن، بهالحالة انت تستخدم الاس دبليو كاتوف يساوي 1. استاذ احمد يشرح لكم شويه على البوند ووتر. عرفت اخذتوه استعان بالي ممكن العام ما راح نزيد. احنا بحساب الساتوريشن نحتاج على معدل ارشي. اي عفوا اس دبليو تحت الجدار ار او على ار.
معادلة ارشي يتعامل ويا انه فورميشن كلين ما بيش يعني. انتوا هسه في حساباتكم حسبتوا المناطق قد فيها شيل فورميشن، فوجود الشيل التركيب مالي شيل هو بالتركيب مالته يحتوي على ما، فبالتالي قيمه الريزستيفيتي الارتي حيصير بيها تقل وجود الشيل، فيعطيني انديكيت انه شنو وجود ما اكثر من الموجود. ف كحساب الازله بالدكتور من المعادله ارشي هذا حد تحسبوه انه تعتبرون انه اكو شنو وجود ماء اضافي. فعده معادلات لحساب الازله بدون بمناطق الشيل فورميشن، من ضمنها هو دول ووتر موديل اللي يفترض انه يقسم النوعين من الماء الموجود، عندنا فري ووتر اللي هو موجود بالداخل المسامات، وعندنا جراوند ووتر الموجود يكون داخل التركيبه مال الشيل. حتى بشي حال نميز بين قراءتين للريزستيفيتي، بين يعني الريزستيفيتي الحقيقي سنها هو ارتي ثابت مجاز، بس حتى نميز انه ايش قد قيمه الريزستيفيتي بالشيل وايش قد قيمه الريزستيفيتي بالمناطق النقيه. فاكو عندكم عده عوامل من ضمنها لازم تحسبون اول شيء شنو؟ عندنا الارتي شيل ياخذ دخلوه كفاكتور يدخل ضمن المعادله، ونفس الشيء بالنسبه للار دبليو. احنا عندنا ار دبليو فري اللي هنا الحاسبين انتو، واكو ار دبليو بامبد. الار دبليو بامبد هو شنو؟ هو عندنا نوع من المي، النوعين من المي المقاومه مال المي الفري غير المقاومه في المي البامبد. فهذا هم لازم ينحسب وين مناطق طبقه الشيل. بالطبقه الشيل تحسبون شنو مقابلها الارتي شيل، ومنها تحسبون عندكم شنو عندكم الار دبليو بامد هو شنو عباره عن ارتي شيل على فتحسبون يعني الار دبليو يعني المقاومه النوعيه ما التكوين عندكم نوعين مثل ما قلنا فري وبامد، هاي كعاملين يدخل. و بالنسبة للارتي شيل لازم يدخل ضمن الحسابات، وعدد يتعامل ويا الفوراسيتي هي التوتال وليس الافكتيف. يعني ياخذ الدور ووتر موديل ياخذ يتعامل ويا المسامية الكلية. شو حيحسب لنا؟ يحسب لنا اس دبليو توتال ويحسب لنا اس دبليو باوندر واكو اس دبليو فري. هذني ثلاث قيم للتشبه. مجموع هذني هي يعطينا التوتال. يعني يحسب انه تشبع الماء الكلي اللي هو شو يساوي لنا؟ تشبع الماء الباوندد زائد تشبع الماء الباوندد هو الماء الموجود ضمن يعني حيعطينا الكسر. فهنا المقارنه مثل ما قال الدكتور، هنا المقارنه بالنسبه للاس دبليو هنا نريد نشوف ايش قد عندنا الباوندد. هنا الباوندد غير قابل للحركه، هو اصلا ماء محبوس داخل التركيب مال الشيل. فانتوا حسبتوا توتال، انتوا حسبتوا مثلا طلعتكم 70% ارشي. انت هنا الباوند مثلا لو غلط عندك 50% لما حسبت الباوند بالدول ووتر موديل شفتها قلت انه 70% مو كلها ماء حر وانما 50% وماء حبيس باوند زائد شنو عندكم 20% هو الفري. فهنا النسبه مو 70% مبروله وانما عندكم جزء من 50% هو الباوند. الدول ووتر موديل طبقوه بالارشي اقول بالاي بي سهله، مجرد حساب الاس دي بي اكو اوبشن بالنافذة بالاسفل نوع الموديل الطبقي اكو ارشي كونتينيوسيان موديل اكو دول ووتر موديل، تختارون دول ووتر موديل وبالنتائج الريزلت حتشوفون ذني البارامترات اس دبليو توتال باوندد اس دبليو فري موجودات ذني. وبالبارامترات لو من دخلتوا حددتوا البارامترات بالاي بي اكو ار دبليو فري هو الفري العاديه واكو ار دبليو باوندد اهتمناها ما حسبناها على هذا الحساب، فلازم تنتبهون الحساب مالتكم. هي مثل ما قلنا لكم تحسبون امام منطقه شيال تسميها تقيسون الار تي ايش قد يقرا، فهو يمثل لنا ار تي شيال. الاف انتم حسبتوها يعني كالحساب العادي، فمجرد تحسب شنو؟ قيمه الار دي بليو. هو حيفترض لك اياها قيمه فرضيه شلون الار دي بليو، فانت لازم تعدل لازم تحسبها انت وتكون معدل. هذا شغل كل يوم؟ شغل هو طبعا للفورميشن كله للمشرف اي كله للمشرف يعني كل بير كل يعني اللوكس كل حسبته انت حسبته اس دبليو مو حسبتوها لكل الفورميشن يعني للمشرف كل الابار تسع ابار ترجعون تحسبون اس دبليو باوندد كل الابار.
So the RWF is shown. RWF. Free هو التحاسب صح؟ هو RWF العادي. الموليدية بالشيء منطق بالشيء. مو على أساس أكون two times of water كل واحد إلى resistivity. Free water resistivity هي RWF. عادة هي نفسها. إنه نفس ال نفس التكوين هو تكون في نفس الوقت. والشير ايضا يعني اثناء التلسيم صار هي اللانستون ما اكبر قوي بيطلع الباوند تقريبا نفسه. شنو الفائده من حسب دبليو تي؟ توتال ووتر ساتوريشن محاسبه في شير يعني اصلا ما اشتغل عليها اشتغل بس غير عن المكري التوتال هو التحاسب اللي محسوب هسه توتال واحد ناقص التوتال يطلع اسفل اويل هيدروكربون صحيح؟ حتى نعرف ايش قد غير متحرك التوتال انت حسبته حتى تعرف اكو هيدروكربون ولا لا بس منطقة الشيل انا اصلا ما اشتغل لا طبعا ما تشتغل احنا منطقة الشيل ما نحتاج نحسب لها يعني SWB وهذا يعني هي الشيل هي اصلا طاعة يعني من الحساب بعدين الساتوريشن بيها عالي فما بيها هيدروكربون احنا بالحقيقه نحتاج الكتوف وين نحتاج مثل ما قلنا بالهيدروكربون زون حتى بالكلين زون بس هي ووتر ما نحتاج اس دبليو بي مو ايش نسوي بكتوف هي كلين صحيح كلين هي وبيها يعني بوروسيتي وبيها بيرموبيليتي بس هي ووتر بيرينج ما بيها نفط ما بيها نفط فما نحتاج ولا نطبق عليها كتوف بعدين مو صحيح؟ بعد اكو سؤال؟ في شيل كات اوف راح يكون انكلودد هسه بهذا بالبوروسيتي كات اوف انكلودد مو شرط تحدد فيك ليش كات اوف سؤال بعد؟